رئيس تعاونية الحاج حسين للتنمية التمويل والخدمات الفلاحية والفلاحة ديال تينزفلين، جامعة وقيادة تينزفلين عملت إقليم زاورة. المهم في هذه الظرفية الحالية اللي تنعيشوها دابا في المغرب أن في العالم أن في ظهور هذا المرض الفيروس ديال كورونا، تنصح جميع الفلاحة في الواحد ديالنا في تينزفلين ولا في زاورة ولا في المغرب كامل، باش انهم يتجنبوا جميع التجمعات اللي يحاولوا يخدموا فرادى، وتنصحهم انهم الى مشاو الدور ديالهم قبل يسلم على وليداتو يغسل يدي بالماء والصابون، وتنصح الفلاحه ياخذوا جميع الاحتياطات اللازمه اللي توسط بها السلطه المحليه، يشدوا وليداتهم في الدار ما يخليهم يبقاو يلعبوا برا، يتبعوا معاهم الدروس اللي كاينين في القناه الرابعه، وتنصحوهم يعلموهم كيفاش ينقيو الحاله ديالهم الصحيه، وتنطلب الله السلامه في هذا المرض. الله يدوز علينا وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله.